نحو 12,000 إصابة بكورونا في يوم واحد، رقم قياسي في عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قبل عامين. إسرائيل تواجه الموجة الخامسة من كورونا، موجة أوميكرون، وهذه ليست الذروة بعد، فالتوقعات تشير إلى أن معدل الإصابات اليومية قد يبلغ نحو 50,000. للأسف الشديد الفيروس يمضي كما توقعنا وكما شاهدنا في الدول الأوروبية، وعلى الجميع أن يفهم أننا الآن في بيئة مشبهة بالفيروسات خاصة أوميكرون، ومن الضروري أن نلائم نهج حياتنا مع هذا الواقع. وتحت ضغوط الأعداد الضخمة للإصابات، فإن منظومة فحص كورونا على وشك الانهيار، ولإنقاذها قررت الحكومة اقتصار الفحص الدقيق على الفئة الأكثر عرضة للخطر كالمسنين والمصابين بأمراض خطيرة، فيما يستكفي البقية بالفحوصات المنزلية للأجسام المضادة الأقل دقة. سياستنا هي الحفاظ على المجموعات الأكثر عرضة للإصابات الخطيرة، لذا فسنخصص فحوصات البي سي آر لمن هم فوق سن 60 ولمن هم في مجموعات الخطر، أما بقية المواطنين المتطعمين والأقل احتمالا للإصابة بعوارض خطيرة فيمكنهم إجراء فحوصات أجسام المضادة. وما يشكل بارقة أمل للمنظومة الصحية أن معدل الإصابات الخطيرة لم يرتفع رغم زيادة عدد الإصابات بسبب طبيعة أوميكرون غير العدوانية، لكن هناك تخوف من أن الصورة قد تتغير مع استمرار الارتفاع بالإصابات. إسرائيل تحت وطأة الموجة الخامسة بأوميكرون، وما زالت الحكومة تؤمن بالتعايش مع الفيروس وتقوم بمحاولات لملائمة منظومتها الصحية للتعامل مع عشرات الآلاف من الإصابات اليومية، وفي نفس الوقت الحفاظ على الاقتصاد والحياة العامة. نضال كنيعني، سكاي نيوز عربية، القدس.